تفضلوا استريحوا. صباح الخير. حاجة جميلة خالص. مبروك عليكم تدشين الكنيسة على اسم القديسة مريم العذراء. والقديس يوسف النجار. كنيستكم الجميلة والحلوة والكبيرة وكل حاجة فيها حلوة خالص. وأجمل ما فيها ثلاث حاجات. عارفينهم؟ ثلاث حاجات. أبائها، ستها وأراقنتها، وطبعا أجمل من الاثنين دول شعبها. دشنا المذبح الأوسط على اسم القديسة مريم العذراء والقديس يوسف النجار، والمذبح البحري هنا على اسم القديس مرقوريوس أبو سيفين والشهيد أبو سيفين في لوباتير مرقوريوس أبو سيفين، والمذبح الإبلي على اسم العذراء مريم على اسم ماري مينا والبابا كيرولوس، والمعمودية على اسم القديس يوحنا المعمدان. والكنيسة الثانية العذراء وماري مرقص وماري جرجس. كده كنيستكم تبقى كنيسة غنية بقى بالقديسين وبالشهداء وبالقديسات والشهيدات، حاجة جميلة خالص. طبعا التدشين لما بنيجي نعمل يوم التدشين بيبقى ده اسمه عيد ميلاد الكنيسة. يعني الكنيسة بتعتبر اتولدت أو اتسمت بالاسم بتاعها النهاردة، وده يبقى العيد اللي كل سنة بتحتفلوا بيه النهاردة 23 نوفمبر اللي هو 13 هطور، وده بنسميه العيد المحلي للكنيسة. صلاة التدشين ابتدت من بدري، وانتوا حضراتكم موجودين برضو من بدري. صلوات التدشين بتبقى ثلاث محطات. أول محطة بنقول فيها كيري ليسون، نصلي الصلوات والمرض بتاعنا كلنا شمامسة وشعب، نقول كيري ليسون يا رب ارحم، يعني بنطلب الرحمة من الله. المحطة الثانية ساعة ما بنرشم المذبح من غير زيت الميرون، نرشمه بصلبان كده ونقول إن المذبح ده هيقدم لنا خدمات كتير، هيساعدنا ان احنا يدبر حياتنا، ويساعدنا ان احنا نطهر قلوبنا، ويساعدنا ان احنا نخلي نيتنا صافية، ويساعدنا ان احنا نمتلئ بالفضائل ونعيش في سيرة الكمال. المرد ساعتها بنقول كلمة امين اللي هي المحطة التانية. أمين يعني يا رب استجب، استجب لصلواتنا، وخلي كل مرة نقف قدام المذبح ونحط أسامينا ونطلب الصلوات عن أي حاجة إحنا عايزينها تستجب لها يا رب. محطة الثالثة آخر محطة اللي بنصب فيها زيت الميرون. زيت الميرون بنصبه ونرشم الثلاث رشومات، وبعدين الأباء المطرنة والأسقفة نبتدي نمسح كل المذبح مع الصلوات، قطع صلوات من المزامير، ونرد المرد نقول الليلويا. الليلويا يعني نهلل لله، سبحوا لله، فده مرد الفرح. يبقى أول حاجة الرحمة، وتاني حاجة الاستجابة، وثالث حاجة الفرح. هي دي مراحل تدشين الكنيسة. وطبعا التدشين بيتم مرة واحدة في الكنيسة، في عمر الكنيسة كلها مرة واحدة، زي المعمودية كده، احنا في المعمودية بنتعمد مرة واحدة.
فالتدشين كده بالضبط، تدشين للكنيسة هو يساوي سر العماد للأفراد. وطبعا الأيقونات كلها اتدشنت، والأيقونات اللي في المعمودية الجميلة اتدشنت، وآخر حاجة عملناها أيقونة الشرقية بنسميها أيقونة البنتوكراتور، يعني ضابط الكل، اللي هي فيها حضن كده، الله يحتضننا جميعا. مبروك عليكم كل الحاجات دهيت، وربنا يعوض كل الأباء اللي تعبوا في الكنيسة وكل الإخوة اللي تعبوا في الكنيسة. وأنا الحقيقة كنت من زمان نفسي أجي أزور الكنيسة دهيت، لغاية ما ربنا رتب النهاردة نحتفل وياكم بتدشين الكنيسة. كل كنيسة وانتوا طيبين. سيدنا الغالي الآباء الكهنة باسم مجلس مجمع آباء كهنة كنيسة العذراء بيقدموا لنيافتك هدية، قداستك هدية تذكارية بسيطة، بيقولوا لقداستك ربنا يخليك لينا وتعيش وتزور، ربنا يخليك لينا ودايما عامر يا سيدنا. أليس لماس أسيوباتير وبنتوكراتور بانجيات رياسة سينما صلاة الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها المسيح ملكنا وإلهنا ونرجو يغفر لنا خطايانا كثيرة من مزامير 30 معلمنا داود إن بركاته علينا أمين.